أهلا بكم. أقرت اللجنة الأمنية العليا خطة شاملة لتأمين المناطق المحررة، وأكدت اللجنة في اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن الخطة ستعمل على مواجهة العناصر الإرهابية بالتعاون مع قوات التحالف العربي في إطار توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول آليات التفاهم بين التحالف والحكومة في المجالين الأمن والعسكري، والثاني مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة الأمنية وحفظ الأمن في المناطق المحررة. في إطار تفعيل الخطة الأمنية للحكومة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار العمليات الإرهابية، وأكد بن دغر أهمية إيجاد مناطق خضراء بما يضمن حفظ الأمن ويشجع عودة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. الحكومة تعد بإيجاد مناطق خضراء في المحافظات المحررة، إعلان وقع كالصاعقة على اليمنيين الذين يرقبون باهتمام أحدث عودة للحكومة بعد النفي المتكرر لها إلى خارج البلاد من قبل التحالف. فالمناطق الخضراء يراها المراقبون مؤشراً على حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار وسط هذا الكم من القدرات العسكرية والتسليحية وسلسلة السجون والمعتقلات التي تحيط بعدن إحاطة السوار بالمعصم. أكثر من ثلاثة أعوام مضت ولا تزال مهمة استعادة الاستقرار تشكل إحدى الأولويات الضائعة للحكومة التي تفقد نفوذها شيئاً فشيئاً في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وفي المحافظات الأخرى المحررة. ليس هذا الاجتماع الأول من نوعه لقادة العمل العسكري والأمني في إطار اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للسلطة الشرعية، والذي عقد في عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كما أن تأكيده على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية ليس التأكيد الأول بهذا الخصوص. إحياء غرفة العملية المشتركة هي أحد الأهداف التي سعى هذا الاجتماع الأمني إلى تحقيقها، وشدد عليه رئيس الوزراء وذكر بشأنه أيضاً بتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية، هدف يرتبط تحقيقه بحل التعقيدات العسكرية والأمنية الراهنة التي تكتنف أداء الأطراف النافذة في عدن وعلى رأسها التحالف نفسه. أراد رئيس الوزراء هذه المرة أن يستعيد النفوذ العسكري والأمني للسلطة الشرعية انطلاقاً من الأولوية الإقليمية والدولية، وهي ضمان تبادل المعلومات وتوحيد الجهود للتصدي للخلايا الإرهابية المزعومة ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها. لكن أحداث الأشهر الثلاثة الماضية في عدن كانت تشير إلى صراع وعنف وحرب ليس مع القاعدة، بل حرب على الحكومة شنتها تشكيلات مسلحة أنشئت خارج سيادة الدولة وتتلقى دعما من التحالف، وهدفها المعلن هو الانفصال وفك عرى الدولة اليمنية. في وقت يمضي فيه مسلسل القتل المبني للمجهول في عدن وغيرها من المحافظات المحررة دون ما تحقيق أو تتبع لأدلة الجريمة أو حتى إلقائها على عاتق القاعدة وداعش. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا أستاذ، حياكم الله. أستاذ ياسر، يعني الآن عادت الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن تساؤل يعني في إطار هذا الاجتماع الذي جاء اليوم، هل لدى الحكومة ضمانات من التحالف أو تفاهمات بتمكينها من العمل دون عرقلة، خاصة فيما يتعلق بمناقشة مسألة عمل الميليشيات التي تعمل خارج إطار الحكومة الشرعية؟ أنا أعتقد أن عودة الحكومة الشرعية جاء بناء على تفاهمات لاستئناف عمل الحكومة من العاصمة عدن، وبالتالي عودة الحكومة لم يأتي من فراغ إلا بترتيب كافة الأمور، وبما في ذلك ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية خارج يعني في إطار الدولة. بالتالي نعتقد اليوم جميع لابد أن يقف خلف الحكومة الشرعية لدمج كافة الأجهزة الأمنية تحت يعني وزارة الداخلية، لأنه استمرار أي تشكيلات عسكرية خارج سيطرة الحكومة الشرعية يعني استمرار الفوضى، وبالتالي نحن أمام فشل للجميع
في فرض الامن والاستقرار في العاصمه وقتل المفرد. لكن لما افهم النقطه، هل هناك ضمانات لدى من التحالف قدمت ام لا؟ اعتقد ان الموضوع يحتاج ضماناته فقط، يعني يحتاج الى تفاهمات. هناك كما قال وزير الخارجيه كانت هناك بعض الاختلافات والتباينات في الرؤى، واعتقد ان هناك يعني حلول او توصلت الحكومه الشرعيه ويعني بقيه الاطراف لحلول لعوده الحكومه الشرعيه لتسيير الاوضاع في العاصمه المؤقته عدن وانهاء الفوضى، وكذلك تجاوز بعض التباينات والاختلافات في الجانب الامني في العاصمه المؤقته عدن. يعني الى الان عادت الحكومه دون ايجاد هذه التفاهمات مع التحالف العربي فيما يتعلق بالميليشيات التي تعمل خارج اطار الدوله. لا اعتقد ذلك، الحكومه الشرعيه عادت بناء على تفاهمات. انا اعتقد ان الحكومه الشرعيه اليوم تمارس مهامها من عدن بكل يسر ولا توجد اي مشاكل، والتحالف العربي يقف خلف الحكومه الشرعيه. صحيح هناك اختلافات وتباينات، ولكن هذه الاختلافات والتباينات تحلها يعني الحكومه الشرعيه وكذلك رئاسه الجمهوريه، وهناك تواصل كبير بين الحكومه الشرعيه والتحالف. وانا اعتقد ان هذه ظاهره صحيه ان تكون هناك يعني تباينات بين الحكومه الشرعيه وبعض القوى، ونعتقد ان القضيه الجنوبيه هي موجوده من قبل ان يعني المشكله الحاليه اللي حاصله بين الكيلات العسكريه التي تتخذ القضيه الجنوبيه كغطاء. وانا اعتقد انه اليوم لابد على الجميع الالتفاف خلف الحكومه الشرعيه، الالتفاف خلف التحالف العربي. نحن في مرحله يعني مفصليه، اليوم المبعوث الاممي يجهز لمرحله تشاور ويعني استئناف المسار السياسي، وبالتالي الجميع لابد ان يلتزم الهدوء وان يقف خلف الحكومه الشرعيه، والا فهو يخدم الانقلاب. ويعني اضعاف الشرعيه اليوم وخدمه للانقلاب، وبالتالي اذا ضعفت الشرعيه هو يعني تقويه للانقلاب الذي يواجه التحالف ويواجه الشرعيه. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ ياسر. ارحب بمن ينضم الينا الان من عدن، فهمي الثقاف المحلل السياسي. اهلا بك استاذ فهمي. استاذ فهمي هل تسمعني؟ صوتك ضعيف. اهلا وسهلا بك استاذ فهمي، ساحاول رفع صوتي اذا كانت الاشكاليه من هذا الامر. استاذ فهمي، اذا كيف ترى عوده الحكومه هذه المره؟ هل يمكن ان نقول ان هناك ارضيه صلبه فيما يتعلق بتحقيق تفاهمات حول المساله الامنيه باعتبارها الشاغل الاساس وربما الملف الاساسي والابرز في هذه الفتره بما يتعلق بالعاصمه المؤقته عدن؟ الحقيقه يعني بالنسبه للملف الامني كان سبق لوزير الداخليه ان وجه رسائل الى قاده الامن والى في كل المحافظات والى التحالف ايضا، وجه مذكره يطلب من التحالف بعدم التعامل مع اي مكونات او ميليشيات خارج اطار الدوله، وان يتم التعامل عبر وزاره الداخليه وعبر الحكومه الشرعيه نفسها. والامر عينه طلبه من كل قاده الجزء الامنيه في كل المحافظات على ان لا يتعامل مباشره مع التحالف، بل يتم التعامل عبر وزاره الداخليه وعبر الحكومه الشرعيه. فالان الحكومه تعيد تكرار نفس المطالب، ولا ادري الى اي حد او الى اي مدى تحقق نجاح في هذا الجانب، لان الامر في النهايه او القرار في النهايه بيد الحاكم الفعلي الامارات هنا في هذه الحاله. اليوم مثلا للاسف الشديد يعني طردت انباء عن منع وزير التربيه والتعليم من رحلته الى المكلا من عدن الى المكلا، يعني يواجه عده لغات تابعه للنخبه الشبوانيه وعليها عاد ادراجه الى عدن، لم يصل الى المكلا لاحظ يعني. فارى انه الحكومه تعيش نفس الصعوبه. طيب وفق الاجتماع اليوم استاذ فهمي، يعني اللجنه الامنيه العليا للحكومه اعلنت خطه امنيه جديده في المناطق المحرره، برايك هل البيئه الامنيه جاهزه لتنفيذ مثل هكذا خطه وفق ما اعلن على الاقل؟ الخطط بحد ذاتها اوكي رائعه ومطلوبه، لكن تنفيذ الخطط هنا الاشكال، تنفيذ الخطط كيف تنفذ هذه الخطه؟ هذا السؤال صعب. كيف تنفذ هذه الخطة؟ إذا كان الحكومة حتى اللحظة يعني تكاد تكون تراوح في وضعها السابق نفسه، لم يطرأ تغيير ما أو لم تغيير جدي حقا، نرى أن الحكومة تعمل كما ينبغي لها أن تعمل. لا بالعكس،
يعني نحن نسمع في هذه الحكومة، حكومة لديها النوايا فعلا الأوضاع إلى بشكل أفضل مما هي عليه الآن، لكن دون عقبات. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فهمي. أعود إلى أستاذ ياسر الحسني. أستاذ ياسر، مما كان في يعني سياق حديث رئيس الوزراء اليوم مسألة تفعيل العمل الاستخباراتي، هل من المعقل أن نتحدث على أكثر من عامين من التحرير ومن تحرير عدن على الأقل وبقية المناطق المحررة، وإلى الآن ليس هناك عمل استخباراتي فاعل بالنسبة لسواء رصد العمليات الإرهابية قبل يعني قبل أن تحدث أو في مسألة بقية الجوانب الأمنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة؟ حقيقة في وجيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قائمة، ولكن هي تحتاج إلى مزيد من الدعم، إلى مزيد من الاستناد، إلى مزيد من التسهيل. يعني نحن شهدنا انهيار الأجهزة الأمنية وأسرت الدولة عقب الانقلاب، وبالتالي يعني إعادة بناء الاستخبارات والأجهزة الأمنية بدأت من الصفر في الحكومة الشرعية، وبالتالي نعتقد أن اليوم نحن أمام يعني أهم طرح في الاجتماع هو التأكيد على ضرورة وحدة القرار العسكري والأمني تحت راية الشرعية، لأنه كما قلنا سابقا وكما يعني ذكرت أنت لابد من وحدة القرار، لأنه عندما تأتي ميليشيات ولديها أجندة مختلفة عن أجندة الحكومة الشرعية ولا تأتمر كل أمر الحكومة الشرعية هنا تحدث المشكلة، وبالتالي نعتقد اليوم الحكومة الشرعية أمام يعني اختبار صعب أمام هذه الميليشيات التي أنا أعتقدني حاليا لا تريد أن تواجه الدولة، لأن هناك تفاهمات من يحرك هذه الميليشيات بأن مواجهة الحكومة الشرعية في هذه المرحلة أيضا لا يخدم يعني الحكومة الشرعية بل يضر حتى في التحالف العربي، بالتالي أنا أعتقد اليوم على من يدعم هذه الميليشيات الانقلابية أن يوقف دعم هذه الميليشيات، ولا بد من دمج الميليشيات هذه جميع التشكيلات العسكرية في إطار قوات الأمن والجيش، لأن هناك قرار جمهوري صدر بدمج هؤلاء المسلحين في قوام التشكيلات الأمنية والعسكرية، وأنا أعتقد أن اليوم المواطن في عدن بات يعني يدرك عودة مؤسسات الدولة، لأنه استمرار يعني عدم وحدة القرار الأمني والعسكري في عدن هو استمرار الفوضى ويغذي الجماعات المتطرفة، وأنا أعتقد أن اليوم العالم يدرك أهمية محاربة الإرهاب، واليوم رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تقوية الجهاز الاستخباراتي، توحيد غرفة عمليات موحدة للأجهزة الأمنية تحت قيادة وزير الداخلية وتحت قيادة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هذا سيعيد الأمن والاستقرار، سيحسن العملية الإرهابية، وبالتالي نعتقد أن اليوم على الجميع المواطنين على القوى السياسية على المكونات التي واجهت الحكومة الشرعية أن تغلب مصلحة المواطن ومصلحة العاصمة المؤقتة عدن وبتوحيد القرار السياسي تحت الحكومة الشرعية. طيب يعني عندما نتحدث الآن في هذا السياق عن اجتماع للجنة الأمنية لكن يغيب عنه المحافظ، لماذا إلى الآن لم يتم البت في مسألة محافظ عدن؟ وربما إذا يعني كان المحافظ المفلحي غير قادر على العمل يتم تعيين مثلا شخصية أخرى، أو القائم بأعمال المحافظ الآن يكون هو المحافظ بشكل أساسي حتى تكون مسألة رأس السلطة المحلية على الأقل في العاصمة المؤقتة واضحة، بالتالي الملف الأمني سيكون أكثر ضبطا ربما. المحافظ هناك قائم بأعمال المحافظ اليوم في عدن، وأعتقد أنه تعرف أنه منصب محافظ عدن يحتاج إلى مزيد من المشاورة واتخاذ القرار يكون صائب، وأنا أعتقد أن المحافظ الأول تم رفض استقالته بقامة رئيس الجمهورية، وليست مشكلة لا توجد مشكلة الآن تدير ملف المحافظة، هناك قائم بأعمال المحافظة ويقوم بأعماله كما يجب. نحن اليوم ينبغي أن نركز جهودنا جميعا في دعم الحكومة الشرعية في فرض هيبتها وسيادتها على المناطق المحررة، على دعم الأجهزة الأمنية، المواطنين في الداخل يجب أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية في مواجهة أي عناصر إرهابية تحاول أن تخل بالأمن والاستقرار أو أي يعني خلايا نائمة تابعة للميليشيات الإنقلابية التي تريد أن تجعل من المحافظات المحررة يعني بؤرة للصراع، بؤرة للتوتر، بؤرة للتفجيرات، وبالتالي اليوم ليست المسؤولية فقط على الحكومة الشرعية فقط بل حتى على المواطنين، يجب أن يلتفوا خلف الحكومة الشرعية لمواجهة الجماعات الإرهابية، لمواجهة أصحاب
الأخيرة الذي لا يريد لا أمن ولا استقرار، هم ينفذوا أجندة خارجية، والمتضرر هو المواطن، وبالتالي على المواطن أن يتحرك ويلتف وأن يكون نسبة الوعي مرتفعة في مواجهة هذه الأدوات التي لا تريد الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة ولا لكل الإنسان. صافي في رئاسة في مكتب رئاسة الجمهورية أستاذ ياسر الحسين، كنت معنا على الهاتف من الرياض، شكرا لك. العودة إليك أستاذ فهمي، إذا تفعيل المسألة الاستخباراتية، هناك أيضا نقطة مهمة يعني ذكرها رئيس الوزراء في حديثه، وهو إيجاد مناطق خضراء في المناطق المحررة. ما الذي يعنيه رئيس الوزراء بالحديث عن هذا الأمر؟ هل المطلوب حماية الحكومة الشرعية والبعثات الدبلوماسية أم حماية العاصمة المؤقتة بشكل عام؟ اسمح لي والله حقا، الحديث عن مناطق خضراء يعني الفشل. مناطق خضراء يعني الفشل، معنى انك انت فقط تمت اهداف معينه او اماكن معينه ومحدده تريد حمايتها. ايوه، مساله الامن اللي لم تكن امن يخص البلد كلها، يخص كل محافظه في المناطق المحرره وكل مكان في المناطق المحرره، لا يعدوها امنا او يسمى امنا حتى. الامر هذا الموضوع او الملف الامن يفترض على الحكومة أن تشتغل عليه فور ما سمي بالتحرير. بالتالي أولا أن توحد الأجهزة الأمنية، أن تضع قيادة موحدة للأجهزة الأمنية. إذا كان الآن يتم الحديث عن مسألة تفعيل دور الأمن وإلى آخره من هذا الكلام، وأجهزة الأمن غير متواجدة، أقسام الشرطة لا تشتغل بشكل طبيعي، يعني بعضها لا تحاول على عروشها وبعضها أن وجدت فهي لا تتعدى لا يتعدى عملها خارج مخلصات مكاتبها، وبالتالي يعني ثمة صعوبة حقا يعني. لكن الوضع هذا وضع هو طبعا مقصود، وضع مقصود فعلا، لأنه لا يعقل يا سيدي، تعال مكون من أكثر من 10 دول وفي أغلب دول العالم، لا يمكن يعجز أمام صورة أن يكون وضع أمني مستمر لمحافظة واحدة على الأقل عدن العاصمة المؤقتة. هذا لا يمكن أن يعقل. انتهت الحرب الان، نعرف سنه رابع حرب. ايوه خلاص، رابع عوام يعني. لا التحالف هذا والشرعيه عجزوا عن ان يشكوا حاله امنيه مستقره داخل محافظات المحرره او على الاقل داخل العاصمه عدن المنطقه، هذا كلام لا يعقل. واضح انه الامر هذا مقصود، والامر هذا يلبي مشروع او اجنده سياسيه ما على طرف ما من اطراف التحالف، وهي حاله في الاستقرار للاسف الشديد. نحن نتمنى حقا الحكومه فعلا تطلع بالملف الامني هذا وتقوم كما ينبغي، لكن الواقع يقول غير ذلك. الواقع ما نراه على الواقع مجسد حتى الان، حتى الان لم يتغير شيء للاسف. اشكرك المحلل السياسي استاذ فهمي السقاف، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، على تواجدك معنا في هذه الحلقه من زوايا الحدث، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.